أعدني أيها التاريخ وجه محمد ليبصره العامون عنه تعمدا، إذا قامت الدنيا تعد مفاخرا فتاريخنا الوضاء من بدر ابتدى، ويبقى صدى بدر يرن بأفقنا هتافا على سمع الزمان مرددا، بلاد أعزتها سيوف محمد فما عذرها ألا تعز محمدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في أسلحة 2. طبعا من الموضوع باين احنا نتكلم بعد الغزوة اللي حصلت اليوم، يعني بعد هذه الغزوة في 70 أسير، يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم ايش هيعمل مع هذول الأسرى؟ 70 من الأسرى الآن، يعني طبعا انتم عارفين بلد جديدة لسه، واقتصاد يعني في البلد لسه يعني في، لأنه صار يعني بآخي بينهم، فلسه يحتاج انه والله اقتصاد، يحتاج أموال، يحتاج أمور كثيرة. ايش حيطلب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأسرى؟ اول اسهل شيء انه والله يطالب بفداء بالمال الكثير قدامهم وخلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب بهذا، لانه سيد كل الحضارات، طلب من كل واحد من هذول الأسرى تعليم 10 من ابناء المسلمين القراءة والكتابة. من هنا ده هو سلاحنا، القراءة. القراءة اهم سلاح. يعني لو نرجع من البداية، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لو تفتكروا في الغار أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ اقرأ بنور الله، أول أحرف في الوحي ضج بذكرهن حراء، اقرأ ورب العرش أكرم واهب، فالدين والخلق الكريم لحاء، اقرأ راجيز الخلود بلوحها نورا وتحريرا كما الحكماء، اقرأ اقرأ واصنع ثقافة عالم ومعلم فبها تغار الشهب والأنواء، اصنع ثقافتك التي تزهو بها في عمقها الأنحاء والأرجاء. فإذا أول آية اقرأ القراءة. تعال نرجع كمان لأقدم من كده، خلينا نرجع لنبينا إدريس. إدريس عليه السلام ما اسمه إدريس إلا بكثرة تدارسه واهتمامه بالعلم والقراءة واهتمامه بهذا العلم، فاسمه إدريس لكثرة تدارسه. نرجع لأقدم من كده، الله سبحانه وتعالى أول ما خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، طبعا الملائكة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. بعدها إيش؟ وعلم آدم الأسماء، فأول ما خلق الله آدم علمه. إذن العلم والقراءة. طبعا سلاحنا اليوم القراءة، لا يمكن نتكلم عن هذه الأسلحة النبوية والسيرة وأسلحة محمد صلى الله عليه وسلم وهو من أهم سلاح القراءة. يعني الأستاذ محمد عدنان سالم جملة يقول فيها اعطني مجتمع قارئ أعطيك يعني كل مفاتيح التقدم والنهوض وحتى العيش الرغيد. فإذا إحنا نبغى كل هذه الشغلات نبدأ بالقراءة، ومن اليوم نبدأ نتسلح، من اليوم نتسلح بسلاحنا القراءة، نقرأ اليوم وكل يوم بإذن الله لو 10 صفحات يعني في اليوم الواحد. 10 صفحات لو قلنا معدل الصفحة الواحدة يعني كم؟ صفحة كاملة بنقراها بدقيقتين، إحنا نقدر أقل من كذا على فكرة، لكن ندي معدل دقيقتين، حنكون خلصنا كتاب من أبو 150 صفحة في 15 يوم، يعني في الشهر الواحد نخلص كتابين من أبو 150 صفحة، هذا في الشهر الواحد. طب خلينا نكمل طول السنة، طول السنة حنكون قرأنا 24 كتاب من أبو 150 صفحة، يعني يا سلام ولا أروع، يعني كأن 3600 صفحة. هيشوف 3600 صفحة دي كم معلومة، شوف كم معلومة في الصفحة الواحدة، شوف يعني المعلومات والكم الهائل من الثقافة. طب إذا قلنا كمان استمرينا على هذا الوضع لمدة 21 سنة حنكون قرأنا أكثر من 500 كتاب، 500 كتاب يعني وأكثر كمان. هذه شوف كم معلومة، 75,600 صفحة، الصفحة كم معلومة فيها، يعني شوفوا العدد الهائل من المعلومات والكم كيف حتكون، حتكون إنسان آخر يعني فعلا. كل هذه بس تخيلوا 20 دقيقة ثلث ساعة بس في اليوم الواحد، من اليوم وكل يوم نستمر عليها كده حيكون. حتى يا سيدي يقول خلينا نقول والله بنقرأ وبنمضغ لبان وإحنا بنقرأ، وهادين مرة كم يعني الصفحة الواحدة تاخد 3 دقائق، نص ساعة نمددها نص ساعة، تسوى هذه النص ساعة تخليك إنسان آخر فعلا، إنسان آخر أحسن من اللي أنت عليه الآن. يعني القراءة تعطي شيء يعني هائل جدا، وغير كذا نكون مطبقين تطبيق عملي للأمر الإلهي بالآية الكريمة في سورة طه آية 114، وقل ربي زدني علما. إحنا بنطبق، ما بس بنقول ربي زدني علما، لا أنت بتطبق فعلا، وقل ربي زدني علما. فقل ربي زدني علما ونقرأ دائما نقسم، يعني 50% في مجال التخصص و 50% في مجال والله ثقافة عامة، فهذا إن شاء الله اللي نقرأه مع بعض. Oh,
الكاتب والأديب المصري المعروف عباس محمود العقاد له جملة جميلة جدا يقول فيها: لست أهوى القراءة لأكتب ولا لأزداد علما، إنما أهوى القراءة لأن لي حياة واحدة، وحياة واحدة لا تكفيني، فالقراءة هي وحدة التي تعطي الإنسان الواحد أكثر من حياة واحدة. صدق والله. ولو مقولة أخرى يقول فيها: القراءة تطيل العمر. يعني إيش تطيل العمر؟ يعني أنا عمري 60 حتزيد 65 مثلا؟ لا، إنما بتاخذ خبرات غيرك. انت لما تقرا كتاب تاريخ بتاخذ خبره رجل فاهم في التاريخ، لما تقرا كتاب عالم بتاخذ من علمه. فكل هذه الامور عندنا. كمان القراءه هي التي تعطيك الفكر. فاكر حق اقول لما تكلمنا عن الحضاره، الحضاره اهم ما في الحضاره الفكر. والفكر احنا نعرف ينقسم الى مادي ومعنوي، وتحدثنا عنها في الحلقه الاولى. المادي الأشياء الملموسة المحسوسة عند المباني، الاختراعات، المصانع. المعنوي لا، العلوم، المعارف، الآداب، الفنون. فالفكر هي اللي يعطينا هذا كله. الفكر نحصله من القراءة. القراءة تعطينا الفكر. زي ما يقول المفكر المعروف مالك بن نبي له جملة جميلة يقول فيها: لا يقاس المجتمع بكمية ما عنده ما يملك من الأشياء، إنما يقاس بمقدار ما فيه من الأفكار. فالفكر أهم في الأمر. البعض طبعا يجيب أكبر مباني وأكبر ناطحة وأطول من عارف إيش. كل هذه الأمور ما هي ليست نتاج فكر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترك للصحابة؟ ترك لهم مباني وناطحة؟ لا، ترك لهم فكر. هذا الفكر طبقوه الصحابة الكرام فسادوا وقادوا به الأمم. كل هذه يعني زي ما شفنا إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترك لهم. فإذا القراءة هي التي تعطينا الفكر، هي تعطينا الوعي والمعرفة. القراءة أهم شيء للإنسان بلا يعني بدون نقاش، هذه ما حد يناقشني فيها. عندنا كمان حاجات للإنسان. إحنا عندنا الجسد، الجسد له حاجة والله، الطعام والغذاء يحتاج إلى هذا الغذاء. هذا الجسد. الروح تحتاج إلى القراءة، القرآن، الذكر، العلاقات الإيمانية، هذه كلها تحتاجها الروح. العقل إيش يحتاج؟ العقل يحتاج فكر، الفكر يأتي من القراءة ومن الفكر. فإذا القراءة، العقل يحتاج إلى القراءة. وإحنا قلنا في حلقة سابقة ونعيدها، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة شهوة عقل بدون شهوة، وخلق الحيوانات عزكم الله شهوة من غير عقل. نحن البشر خلقنا من الاثنين، شهوة مع عقل. متى ما طغت عقولنا على شهواتنا سمونا يعني طرنا فوق أعلى من الملائكة، لأن ما بنحارب عقول، يعني بنحارب شهوات. الملائكة ما عندها شهوة تحاربها وتعيش صراع ضدها. ولا ومتى ما طغت يعني شهواتنا عزكم الله على عقولنا، فيعني إيش يعني عزكم الله يعني. فإذا هذه نقطة مهمة. هل يصح بنا نحن أصحاب العقول أننا ما نقرأ؟ إذا القراءة. الدكتور حيدر شعبان له أبيات جميلة عن القراءة يقول: كم في الكتاب من فكر ومن دروس وعبر، يسليك في إقامة كما يسلي في السفر، في حكمة بالغة ولفتة فيها نظر، أو طرفة نادرة تجلو عن القلب الكدر، أو صورة جميلة عن ذلك الماضي الأغر، أو اقتراح نير ينهض فيه من عثر، إن شئته معلما يحبوك علما كالدرر، أو هاديا ومرشدا يهديك من شتى الفكر، أو شئته مؤانسا في جنح ليل كالقمر، فخذ بحظ وافر منه ولا تخشى الضرر، فكم في الكتاب فيه للإنسان كنز مدخر. هذه هي الكتب وهذه هي القراءة. فإذا خلينا مع القراءة، وزي ما قلنا قليل دائم خير من كثير منقطع. نستمر على الشيء القليل لكن نستمر بشكل دائم، أهم شيء أنه دائما. فهذه بالنسبة للقراءة. وهنا إحنا في الورقة عندنا موجودة القراءة لبعد تعبى صح مرة تانية. فهذه الورقة نذكركم فيها، ورقة الإنجازات. القراءة من أهم يعني هذه الأمور. إحنا قلنا طبعا العقل والروح والجسد والعاطفة، العقل يغذى بالقراءة. فإذا هذا اللي لدينا، هذا سلاحنا اليوم. نشوفكم على خير مع سلاح جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم. أسلحة تحمل منهاج المختار كنبراس فيها، أسلحة تبعث داخلنا روح الإبداع فتنجينا، تارك نبراس تبعث داخلنا روح الإبداع فتحمينا، أسلحة تنعش أفئدة وبنور السنة ترويها،
أسلحة ترسل فائدة والسيرة نور يكسوها. أسلحة.